كما شفنا في الفيديو اللي قبل هذايا كيفاش عملنا الساين اب كي كليكي يتاجوت معناتها اليوزر في الاوثنتيفيكاسيون طب باش نشوفو كيفاش باش نعمل ساين ان باليوزر هذاك باش نشوف نحط الميل والباسورد باش نمشي نفيريفي اسكو موجود اليوزر هذا في الاوثنتيفيكاسيون والا لا كانوا موجود باش نهزو الفي اخرى اسمها هوم سينو باش نفيشيلو ميساج ديرور ونقولو راهو اليوزر هذايا ما فهمش باه لهنا في الدوكيومونطاسيون فما ساينين لهنا باش نقولو ساينين with email and password نعطيه الميل نعطيه الباسورد لهنا باش يمشي يفيريفي باش يشوفو is successful لهنا باش يمشي يشوفو اسكو موجود ولا كانو موجود باش يقول لك ساينين وباش يعمل لك مثلا باش يهزك للهوم سينو باش يقول لك فما ايرور مثلا الميل غلط باسورد غلط في شيء شنو هي الايرور نتاعنا طيب باش نمشيو يعني للكود نتاعنا عندنا لهنا كيما خدمنا بكري عندنا ساينين اكتيفيتي في ساينين اكتيفيتي شنو باش نعمل باش نجي للبوتون ساينين بوتون ساينين اللي هي موجودة في الميل .xml باش نقول له .set اون كليك لسنر لهنا لازم تي ناخو الايميل والباسورد باش نقول له val هي فما val والا var val بالنسبة للفالور باش نقول له ايميل يقال ايميل اللي هي edit text email موجودة في الميل .xml .text .toString هذه خديت الميل طيب باش ناخو password باش نقول له هو password اللي موجود في الميل .xml طيب باش نمشي نفيريفي كيما بكري نقول له if email يقال يقال فيت وإلا باسورد يقال يقال فيت باش نفيشي توست نقولو راهم راهي ريكوايرد الايميل والباسورد اللي هو خدمناها في الساين اب تتا ريكوايرد توست هذايا سينو نمشي نعيط الفاير بيز نقول له اسكو موجود اليوزر هذا والا لا كيما شفناها هذه موجوده لهنا في الدوكيومونطاسيون باش نمشي نعمل الاوت كل شيء وهنا لازم نهز الاوت نصنعها مش مصنوعة لهنا هنا اوت ما يعرفهاش لازم نمشي ناخذ الاوت هي وفال ديكلاريناها لهنا نجي نقول اوكي اوكي لهنا تكون امورها واضحه نعمل اد انتري باش نمبورتي اللوج عندي التاك كيف كيف لازم ديكلاريه الفوق نجي لهنا ديكلاري التاك مثلا فال تاك هي اسم الاكتيفيتي نتاعي نجي لهنا باش يمشي يعمل اوت بوان ساين ان بالايميل والباسورد باش يمشي اف سكسس باش يفيشي لوغ في اللوغ مثلا باش نقول له باش يعمل لي انتانت باش يهزني لاكتيفيتي اخرى اسمها هو سينو باش يفيشي لي توست باش يقول لي ايرور لهنا نجم نعمل له يفيشي لي توست يقول لي سكسس ساين ان يعني يقول لي سكسس باغ اكزومبل هذه توست وباش نقولو يعمل لي انتانت يهزني الاكتيفيتي جديدة اسمها هو بار اكزومبل ولا اسمها ليست دي ميساج ولا اللي هي يعني باش نجي نصنع اكتيفيتي جديدة نسميها نيو اكتيفيتي امتي اكتيفيتي باش نسميها مثلا مثلا main دو activity نجي
هنا سما هما دو اكتيفيتي ومن بعد نبدلوها نجيو لهنا باش نقول له هزني للمين دو اكتيفيتي تو باش نتستي الابليكاسيون تاعي لهنا كيما قلنا باش يمشي يشوف اسكو اليوزر موجود والا لا معناتها موجود في لهنا في الاوثنتيفيكاسيون معناتها معناتها موجودة في ليست دي زوتيليزاتور سواء ff ff.ff ولا احمد@gmail.com اللي هو باش نمشي نشوفو موجود ولا لا طب نجربوها مثلا احمد هذايا القديمة الابليكاسيون القديمة سكرها لنا طب شحال الابليكاسيون الجديدة قاعد ينستالي ننساها هنا باش نمشيو نتستيوها نقولو فور اكزومبل احمد @gmail.com باسورد نحطو غلط كل ساينين هنا انا ما نعرفش في شي تو سيكو لي باز غلط هنا لازم تكون عندنا كونيكسيون نجم يعمل هنا نقول لك اوثنتيفيكيشن فيلد هنا تحط لي باز صحيح اللي هو ازرتي كل ساينين هنا قال لك سكسس وهزنا للهوم تاعنا لان نكونوا كملنا الساينين والساين اب في الفيديوهات اللي بعد هذايا باش نشوفوا كيفاش نجوتيو اليوزر هذايا في الباز دوني في الريل تايم داتا بيس